لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت دير عصفورة. العصفورة تقول إنه سيد مقتدى الصدر عازم على تطبيق مبدأ من أين لك هذا في الأيام القليلة القادمة، وسيبدأ بالوزراء المحسوبين على التيار الصدري، وكل نواب التيار الصدري يعني بين قوسين راح يدز عليهم كلهم ويقعدهم يمه، وتعالوا سولفولي بنيالكم. هذا الموضوع راح يشمل كل الوزراء السابقين واللاحقين والنواب السابقين واللاحقين وحتى الدرجات العليا في الدولة. السالفة من يطول جرها وعرها تكثر مشاكلها، والمشاكل من توصل إلى حد التشكيك والتهديد والوعيد، يعني احنا على حافة منزلقات خطيرة لا تحمد عقباها. هو هذا اللي جاي يصير ويا نتائج الانتخابات الماراثونية اللي صار 7 أسابيع تبادل الاتهامات والصراعات والخلافات على أشدها. الفايز يقول أنا فايز، الخاسر هم يقول أنا فايز بس انسرقت أصواتي، القبض شنو؟ كل شيء ماكو، النتائج شبه النهائية راحت للهيئة القضائية بانتظار حسمها خلال أيام قليلة حسب آخر تصريحات المفوضية اللي تتهمها أطراف سياسية بالارتباك والانتقائية وعدم الشفافية، غير مبالية بالإشادة الأممية والدولية بالعملية الانتخابية. لحد اليوم ممكن يكون الاعتراض والتمسك بالطعون مبرر، لكن بعد المصادقة المحكمة الاتحادية حرج للمعترضين، وراح يكون هذا الحرج كبير جدا، لأن لا مسوغات للقدح بالنتائج حينها، كما لا يمكن الاستمرار بالتصعيد والتلويح بخيارات غير محمودة، لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، كل شيء إلى حد، لأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. خلونا نناقش هذا الملف مع السيد ماجد شنقالي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني. حياك الله سيد ماجد. وكذلك السيد غسان العطية رئيس المعهد العراقي للتنمية الديمقراطية. حياك الله سيد غسان. مرحبا. وكذلك لازلنا بانتظار السيد وليد السهلاني النائب السابق. خلبني بالحدث الأبرز سيد ماجد، اليوم يمكن بعد ساعات راح يتم عرض النتائج أو نتائج التحقيقات، راح يتم على شكل مراحل بما يخص قضية اغتيال الكاظمي. شنو تتوقع؟ تتوقع راح توجه أصابع اتهام لجهة محددة بعينها، لو راح يتم يعني التلميح للجهات اللي استهدفت منزل الكاظمي وحاولت اغتياله؟ في البداية مساء الخير لك أستاذ هشام ولضيفك الكريم أستاذ غسان ولمشاهدي برنامجك الأكارم. في الواقع المسألة لا تتعلق باغتيال أو محاولة اغتيال السيد الكاظمي، هي محاولة اغتيال رئيس الوزراء سواء كان الكاظمي أو غيره، الذي يعتبر أهم منصب في الدولة العراقية وأحد أهم رموز سيادة الدولة العراقية. لذلك على الحكومة العراقية أن تكون حازمة دقيقة وجريئة في عرض نتائج هذه التحقيقات، والضرب مبيد من حديد بأقوى ما يكون على الجنات. يمكن أكو مشكلة بالصورة السيد ماجد الحين ما يتم تصحيحها. خلينا ننتقل للسيد غسان العطية. سيد غسان، تعتقد أنه هو نفس السؤال، تعتقد أنه راح يتم اتهام الجهات لو يتم التلميح للجهات اللي حاولت اغتيال الكاظمي؟ الكثير سيعتمد على ما سيصدر بهذا الشأن، وكذلك بما سيصدر المحكمة الاتحادية. المواطن العراقي مليء بالشك والريبة وفقدان الثقة، أولا في البرلمانات السابقة، ثانيا بالنخب السياسية، ورابعا
بالإجراءات اللي تتخذ ولا تنفذ. هذه فرصة أساسية بالنسبة للحكومة برئاسة الكاظمي أن تحسم الأمر وانتظار ما يقارب الشهر حتى تعلن عن نتائج. هذا حقيقة هو لقطع المجال على أي تكهنات. أما الجانب الآخر اللي تفضلت به أن عدم كشف عن هذا الموضوع بسرعة وبوضوح معناته تدخل سابقة في العمل السياسي العراقي وسابقة خطيرة، لأن في أي بلد آخر عربي لا تحدث عن العالم مثل هذه الحادث يرد عليه بسرعة وبقرار حاسم خلال أيام وليس أسابيع. فعلينا أن ننتظر هل سيخيب أمن المواطن العراقي أم ستتكرر مشاهد التسويات وترضية هذا الطرف وذاك. طيب سيد غسان، خلينا نجي على موضوعنا لهذا اليوم، الخطر على الديمقراطية. يمكن هسه هذا يعني عنوان كبير، لكن ما يحدث الآن يمكن جاي أشوف أمامك نتائج ننتظرها، تحقيقات لاغتيال الكاظمي، نتائج الانتخابات والنتائج النهائية اللي راح تعلن، نتائج اللي جاي يصير من أحداث سياسية لحد الآن جاي يشوبها كثير من الضبابية. بالتالي احنا جاي نتحدث وفق نظام ديمقراطي، الديمقراطية وين؟ هاي الأساليب وين؟ هسه احنا ماشيين بالنظام الديمقراطي وفق هاي الثلاثية اللي ذكرناها، لو احنا رايحين بغير اتجاه. هناك فرق بين الديمقراطية وهي تكون عادلة وشفافة ونزيهة، وبين بعض الممارسات الديمقراطية. مجرد التصويت هو لا يعني ديمقراطية، هذه بعض الممارسات، واعتبرت حتى الممارسات القليلة اللي تمت لا بأس بها خير من اللجوء إلى العنف والقتال. العراق لم يعرف التغيير السلمي من 58 من القرن الماضي، فهذه فرصتنا وفرصة كل عراقي يغيره على شعبه، أن لنرضى بالتغيير السلمي ولو كان لا يرضينا جميعا. هذا التغيير السلمي سيؤكد على حجر أساس للمستقبل والأجيال القادمة، ويقطع الطريق على من يلجأ للانقلابات أو إلى الثورات الدموية وغيرها من الكلمات الطائشة التي لم تجيب للعراق إلا الخراب. فمن حريص على العراق أن لا يضيع الفرصة. وأعتقد موقف حتى خصوم الحكومة، حتى خصوم وما سمعت الآن من السيد السهلاني يدل على هناك نضج وعدم الرغبة بأن نخسر كل شيء. نظرية علي وعلى أعدائي يا رب، هذه كلام حقيقة غير مسؤول. والبعض مع الأسف من الفصائل اللي الولائية يهدد بهذا الشيء وأن بالتطوع وبكذا، هذه اللغة لم يعد يقبلها العقل العراقي والألم العراقي. الجانب الآخر، الآن المحكمة الاتحادية لما تريد تبت بالقرارات لم تمر المراجعة لنتائج الانتخابات كما مرت الآن. كل اعتراض تم مراجعته وتم إعادة العد والفرز في مناطقهم. العد والفرز لكل العراق غير جائز، لأن القانون يقول إذا جاء طعن بدائرة معينة أو منطقة معينة يتم العد والفرز، لكن إذا لم يأتي نقد أو انتقاد لمنطقة معينة فلا يمكن أن تقول أن لا العد. فمن يتوقع أن المحكمة الاتحادية ستقول بضرورة العد الشامل هي حقيقة ستخالف القانون. والقانون ما يعني دكتور ما سويناه بال 2018، صار هم عد وفرز يدوي وصار عد شامل ومشينا بالعملية السياسية. 2018 ماذا أقول ليس بالجديد، باعتراف رئيس الوزراء آنذاك إنها مزورة، وحتى الأمم المتحدة هي انتقدت انتخابات الماضية ووصفت الانتخابات الحالية أكثر نزاهة مما سبقها. نعم اللي تفضلت به ممكن الوضع الأدنى إذا لم يقبل بها النتيجة ويصدروا أحكام مسبقة، إذا أنا لا أفوز فعلي أن أقلب الطاولة على الآخرين. هذا حقيقة تصرف يضرب الديمقراطية. ما العيب أن تكون معارض؟ أنا لا أفهم هالشيء. إذا كنت صحيح حريص على أموال الدولة وعلى الحسابات
جيد أن تكون من المعارضة بدل ما يكون البرلمان والبرلمانيين كالسابق بيادق لا قيمة لهم يحركهم 10 أو 12 قائد، وبالتالي تجد لا يحضر الاجتماعات، لا يناقشوا ولا يحاسبوا. هذا يجب أن تنتهي. المعارضة عذرا سيد غسان، يمكن هسه المعارضة احنا بعدنا ما جايينها باعتبار ننتظر نتائج حسم نتائج الانتخابات، وراها عود ندخل بمفاوضات من سيكون معارضة ومن سيكون موالاة. لكن بالتالي هسه الان الجماعة يقول لك هسه احنا نريد اصواتنا، عم رجعوا لنا اصواتنا وبعدين ندخل مفاوضات. عزيزي انا دا اتكلم كمبدأ. طيب الطرف اللي يقول انا تيار الصدر يقول انا الفائز يقول علنا انا اقبل اكون معارضه اذا قدروا الطرف الثاني يشكلون حكومه اغلبيه. فاذا هذا المبدا اقر. انا بودي اسمع من الطرف الاخر نفس اللغه، احنا نقبل وبالتالي نقبل ان نكون معارضين ولو عندنا تحفظات هنا وهناك. هذا لترسيخ الممارسة الديمقراطية، يرفع من شأنهم ما يقلل من شأنهم. هذا حقيقة ما يتمنى المواطن، لأن المواطن باتصال اليومي جزعان من هالسياسيين. امتيازاتكم، أموالكم، كل شيء، وتتعاركون على الكراسي، وإحنا إيش حصلنا من عندكم يا سياسيين؟ السبب احتراما لأنفسهم إن كانوا تيار الصدري أو جماعة الأخرى عليهم أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار. الشيء الآخر اسأل نفسك ويسأل المواطن لماذا الأحزاب والقوى غير الشيعية لا اعتراض لها؟ اللي اعترضوا في نينوى أجروا العد والفرز وجدوا مطابق. يجب أن يسألوا نفسهم لماذا القيادات الشيعية دون مستوى النضج الديمقراطي اللي تمتع به الأكراد أو المناطق الأخرى كصلاح الدين أو المنطقة الغربية. هذا حقيقة ينعكس سلبا على كل القيادات الشيعية إن لم تتعامل بهذه الروحية. هذه الروحية هي دعم لما هم يسموا المكون الشيعي، إن احنا ديمقراطيين وما تهمنا الكراسي، يهمنا سلامة اللعبة، وبالتالي إذا أكو بعض الخروق يبقى احنا مرد نخربط كل شيء. طيب سيد غسان، يمكن خلينا نشوف سيد وليد، يجوز يقول لك يعني واصلين احنا مرحله من النضج الديمقراطي. راح بيك سيد وليد السهلاني عضو تحالف الفتح، حياك الله سيد وليد. احنا وصلنا نضج سياسي بالنظام الديمقراطي، بالتالي نقدر انه يعني نقول يابا هذا اللي صار وفق انه نظام ديمقراطي ونتائج انتخابات ونؤمن بهذه المسار. احنا طلعت لنا هاي النتائج راضين بها، ختمت العمليه السياسيه على هذا الشكل. شكرا لكم، شكرا لضيفك الكريم. طبعا فيما يتعلق بكلام الاستاذ في النضج السياسي خاصه القيادات الشيعيه، لست بصدد الدفاع عن قيادات الشيعيه قطعا. لا من حقك، ولكن احب ان اذكر الاستاذ ان شاء الله اخونا الكبير على ان القيادات الشيعيه كانت هي الاساس والمحرك للديمقراطية العراقية. ولولا القيادات الشيعية لم تتحقق الديمقراطية. حتى يستطيع الأستاذ الآن يتكلم بصراحة وبوضوح أمام الشارع العراقي، لا يهاب أحد، لا يستوجب الخيفة من أحد. فبالتالي هذه القيادة تمتلك نضج كبير جدا في التعاطي مع الملفات، خصوصا الملف الساخن موضوع الانتخابات. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة الانتخابات بذاتها. يعني الآن نتحدث، تفضل جنابك الكريم حينما سألت عن عام 2018، قلت له ماكو مشكلة ولاكو ضير. يعني في عام 2018 نفس المفوضية، بالمناسبة المفوضية شنو تغير بها؟ تغير بها قيادة المفوضية وهي المجلس المفوضي للقضاة، وتغيرت بعض المفاصل من إدارات عامة تحولت إلى أماكن أخرى، ولكن الكوادر الفنية كلها موجودة، موظفيها كلها موجودة. فما أعتقد حينما تحاول أن تقطع الشك باليقين وتجري عدوى فرز يدوي على كل المحطات في العراق، وحصل في عام 2018. إذا كانت الانتخابات في عام 2018 هناك دلالات تشير على أنها فيها دلالات فساد أو فيها دلالات عفوا للتزوير، فانتخابات عام 2020 أدخلت العراق في مأزق كبير جدا.
موضوع المعارضة لا ذيك هسه تزوير مسلم بالموضوع باعتبار من شاعت رئيس وزراء من قال روح اسال العبادي ايش راح يقول لك ولا اسال العبادي شو يقول العبادي هسه الان هسه روح اساله لا هسه شو يقول العبادي الان اسمعني هسه روح اساله قال انتخابات 2018 مزوره ولا وجهة نظر زين هسه العبادي شو يقول على هاي وجهة نظر تم عادة العدل الفردي لا شو يقول على هاي العبادي هو اسالك انا اساله اخو مو تسالني انا ما جاب نيابة عن الرجل لا اساله هو ضمن الاطار التنسيقي وارسل بيان تفصيلي بمعية السيد سماحة السيد عمار الحكيم وكان البيان واضح المعالم ابتداء بكل النقاط سيد ولي نعم. احنا نحكي بذات 2018 كان رئيس وزراء هو الدكتور حيدر العبادي كان رئيس وزراء يسأل لكن اليوم هو طرف سياسي داخل انتخابات شنو شو راح اقدر حينما كان السيد رئيس الوزراء السابق سيد العبادي ايضا كان السيد الكاظم يقول نزيه الان السيد الكاظم نحترمه وجهه نظر نحترمها احنا اليوم مو بصدد اتهام السيد الكاظم قطعا يعني ولا اتهم اي طرف موجود ولا اداره المفوضيه من الساده القضاة ولكن هناك دلالات تثبت على انه فيها اشكالات الانتخابات الاشكالات اليوم تحالف الفتح وحتى التصريحات الاخيره يعني للاخوه في قياده الفتح منهم سماحه الشيخ قيس الخزعلي يعني حسب التغريده الاخيره عنده دلائل تثبت على انه الانتخابات فيها اشكالات ما طلعوها العد الان هو الإدارة تطلع شيئا فشيئا تطلع احنا نتحدث عن مرحله استثنائيه صعبه الانتخابات بذاتها اقول لك اسالك سؤال ويمكن الاخ الاستاذ هم يشاطرنا الراي تعرف جنابك الكريم اليوم على المستوى التقدم الإلكتروني بين العراق يعني الفجوة الرقمية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية كم؟ تقدير علماء مختصين أكثر من 450 سنة فجوة رقمية بيننا وبين أمريكا يعني من حيث التقدم الإلكتروني والعمل بالجهاب والأمور الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وأمريكا بذاتها حينما جرت فيها الانتخابات واصل هناك كان عدا وفرز يدوت تركيا الدولة المتقدمة أيضا عد وفرز يدوت ترامب قبل لو ما قبل لا قبل النتائج شنو نتيجة ترامب قبل من يتحدى أنا أمثال تضرب لا تقاس لا شلون غير سووها باللابتوب أمثال تضرب قام التصويت بالإيميلا أمثال تضرب ولا تقاس كل شيء إلكتروني هو معرض للاختراق شيء طبيعي جدا زي. أنا ما أتحدث هسه الآن أتحدث إحنا اليوم نؤمن بنزاهة ومهنية الأخوة القضاة على تشخيص الأمور بالشكل البناء والسليم ونتمنى منهم أن يعدلوا ها ما وقعت به المفاوضات وإذا ما عدلوا إذا إجراءات قانون الدستور إيش يقول الدستور ماكو هسه قال لك النتائج أنت راح أقول لك في السؤال تعرف جنابك الكريم اليوم نقابة المحامين العراقيين ممثلة بالسيد نقيب المحامي قائم دعوة في المحكمة الاتحادية على بطلان حل مجلس النواب تعرف ولا ايوه يقعد باعتبار انه يقول لك هاي لازم رئيس الجمهوريه احسن يعني هاي احنا اليوم احنا باختصار المحكمه سعد وليد استاذ غير ايتوها غير قلتوا احنا ننشد على ايد المفوضيه قبل الانتخابات هسه عم نرجع لنقطه الصفر احنا ومضيتوا بيها وتأيدون اجراء الانتخابات المفوضيه ومع مطلب المرجعيه انا وجهه نظري الشخصيه اتحدث عن وجهه نظري الشخصيه الانتخابات شيء جيد ومثل ما تفضل الاستاذ واتمنى ان نتمتع بهذا النضج الديمقراطي بحيث تكون فعلا قوى معارضه وقوى مشكل الحكومه هذا شيء جيد ولكن اتصور في ظل هذه الاجواء يعني السياسيه المعقده والشائكة موضوع وجود حكومة أغلبية أمر شبه المستصعب فبالتالي عملية التوافق وما راح نقدم شيء يعني احنا اليوم نتحدث من 2003 الآن احنا في عام 21 وراح ندخل بعام 22 يعني سيد الصدر إذا دعا السيد العامري باعتبار أرض تحالف فتحته سيد الصدر دعا السيد العامري خلي يدك بيدي وروح نشكل حكومة السيد العامري قال له ما شكل وياك سيد الصدر نحترم وجهة نظر سماحة لا أقول لي سيد العامري أسأل باعتبار عضو وياه لا أتصور السيد العامري قطعا لا يخرج من إطار التنسيقي لا يخرج من إطار التنسيقي قطعا الإطار التنسيقي الآن المشكل السيد العامري أقول لك بها بصراحة للتاريخ مو كوني أنا يعني في معية سماحة الحج أبو حسن العامري الحج العامري رجل صاحب كلمة حينما يعطي كلمة يلتزم بكلمته وكل الأوساط السياسية كردا وعربا والأخوة كلهم يعلمون هذا الموضوع ولذلك الحاج لا مو أقصد سماحة السيد أنا أقصد الحاج أبو حسن السيد الحاج العامري أنه حينما دخل في الإطار التنسيقي والإطار التنسيقي هو اليوم الفتح هو متصدي للعملية الانتخابية إطاهم كلمة الإطار التنسيقي الإطار التنسيقي الآن عنده وجهة نظر مختلفة في موضوع الانتخابات ويعتقد مخرجات العمل الانتخابية مخرجات إذا تم التوافق عليها وتم طبعا نحن أنا شخصيا وجهة نظر نسيت التحالف أو نسيت الزواج الكاثوليكي
من الزواج كاثوليكي دولة القانون يعني يا سياسة أنت قلت ما يتراجع لا سياسة طبيعي خل أقول لك شغلة والتزم الزواج الكاثوليكي ما بيطلق راح أقول لك فد ما بيطلق راح أقول لك فد موضوع وطلقوا دولة القانون لا أبد شلون ما طلقتوهم أبد من راح وعافهم لا 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 2018 لا لا بقوا لا دولة القانون كانوا جزء من التحالف حتى في تشكيل حكومة هاي واحد لا 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 واحد وبقد حكومة 2018 جاء بها سائرون والفتح ودولة القانون وين دولة القانون موجودة دولة القانون صدقني لا لا صدقني وجهة نظر يمكن نسيت الصورة لا 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 مال السيد نصار ربيعي والسيد أحمد الأسدي وقاعد السيد عادل كلها كانوا موجود مجموعة ما شفت حسن السنية واقف مجموعة من السادة النواب ما شفت حسن السنية مجموعة من السادة النواب ممثلين في دولة القانون كانوا موجودين نرجع على أصل البحث قبل ما نروح السيد ماجد الزواج الكاثوليكي راح بالتالي كلمة ما كلمة هاي السياسة لا 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 أم بتروح ويحط إيده بالسيد لا أنا أقول لك فد أقول لك فد موضوع اليوم التزام الفتح بشكل عام والحج العامري الحج الحسن العامري مع دولة القانون هذا ما يحتاج لنقاش يعني انت الان انظر للمعطيات السياسية بشكل عام وجهة نظر لا 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 يعني مرات بعض المواقف في المجلس النواب مواقف هاي لا 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 لا, لا, لا تخلق في الجو معين بحيث تقول يا اكو اختلاف جذري بين دولة القانون وبين الفتح. لا لا. زواج كاثوليكي راح عوفك من منو قال لعد ما بقت زواجكم بال 2018 لا لا انت تقول ما بقت زواجكم بال 2018 شنو انا اقول روح اسال عمي المالكي لا 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 راح اقول لك في هذا الموضوع الحكومه 2018 هي حكومه توافقيه بامتياز اي ودوله القانون كانت ممثله في الحكومه العراقيه ممثله شيء نعم. والاتفاق شيء اخر لا لا ممثله رسميا اتفاق شيء اخر لا لا اتفاق ممثله لا, لا صدقني لا يمكن ان تخطو يخطو البرلمان في عام 2018 ككتله بشكل عام وشكل الحكومه دوله القانون ترجعني ل 2014 من الزواج الكاثوليكي مو كنتوا انتوا دولة القانون بدر دولة القانون سوية لو مو ما كانوا سوية صحيح بوراها صار لما خرجتوا من عباءة دولة القانون ورحتوا شكلتوا الفتح شنو مشكلة هاي اول شيء هاي اول هو شنو المشكله بالموضوع احنا جاي نحكي على السياسه بالتالي مثل الموضوع. ما كانك زواج اليوم كاثوليكي الفتح اليوم الفتح اذا سياسه هي اقول لك اليوم الفتح بقياده السيد هذا العامري هي كتله سياسيه لها جمهورها ولها ناس شيء طبيعي جدا جيد. ولكن مو معنى انه انا من اشكل كتله اختلف مع كتله اخرى مو بالضروره ولكن بالتالي كلمه راح تستمر لو هاي السياسه حط بيدي لا لا انا اتحدث لا احنا اليوم انت تقول لي سماحة السيد هو بكره يجوز الوضع العام العراقي يتطلب الوضع السيد العامري خليل يتطلب على السيد يكون هناك استقرارا سياسيا ولكن السيد العامري يذهب بمفرده انا اعتقد هذا الموضوع صعب ياخذ وياه كتله انا اتحدث لك وجهة نظر الشخصية ويعوف المالكي مثل ما عاف لا لا ممكن ما ممكن ها ما يعوفه مثل ما عاف قبل ما اعتقد صارت برا مصدر اثنين لا لا ما اعتقد اروح السيد ماجد سيد ماجد ارحب بك من جديد يمكن قبل شوي كانت الصورة مو واضحة الاكراد وكأنما مو يوم الموضوع عمتوا مشتركين بالحكومة من 2003 لليوم مشتركتوا بانتخابات اكو مساعي حقيقية اليوم لتقريب وجهات النظر لو اليوم نفس الرأي ويا كتل شيعية واحد صفوفكم وذاك الوقت نسولف وياكم تفضل في البداية مرة أخرى مساء الخير لك أستاذ هشام ولضيفيك الكريمين ولمشاهديك الكرام بس تعقيب بسيط أولا انتخابات عام 2018 ما صار بها عد وفرز يدوي شامل 5% فقط من الصناديق تم عدوى وفرزها يدويا هذه العلم يعني ماكو عد وفرز يدوي شامل ب 2018 وحتى واحد يقول صار عد وفرز يدوي شامل مسألة ثانية أن يكون هناك أغلبية شيعية تأتي إلينا لنتوافق معها لتشكيل الحكومة الجديدة الواقع يقول اليوم بأن السيد مقتدى الصدر لن ولم يقبل بتشكيل حكومة توافق مع الإطار التنسيقي الشيعي لذلك أقول بأن العراق ذهب إلى تشكيل حكومة أغلبية سواء استطاع الإطار التنسيقي تشكيلها لأنه اليوم ما عدنا حظ وياك ما عدنا حظ ويا الصورة مالتك سيد ماجد سيد ماجد تسمعني ان انا اسمعك بس ما اعرف الصورة يجوز من الانترنت ضعيفة دا تجي اي جاي تقطع الصورة مالتك هسه زين الصورة هسه زين تفضل هسه صوت يجي ما مشكلة هسه صوت موجود الصورة ما مشكلة اذا ما جيت نهاية الماء زين تفضل ما مشكلة فالمهم احنا الواقع انا اقول اختلف مع الاخ في تيار الفتح او كتله فتح بانه هناك توافق
الصدر لن يقبل بالتوافق، ولذلك أما الإطار التنسيقي يستطيعون تشكيل حكومة أغلبية، أما أن يذهبوا إلى المعارضة ويدعوا السيد مقتدى الصدر يشكل الحكومة. ليش جاي نحسب هذا الحساب سيد ماجد؟ ليش نحسب هذا الحساب؟ ليش ما نقول إنه الإطار التنسيقي جزء من الإطار التنسيقي يذهب مع السيد مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة؟ بالتأكيد يعني هذا جزء من الإطار التنسيقي، هذا واضح. احكي لي كموقف كردي، إذا جاء جزء من الإطار التنسيقي مع السيد الصدر راح تتحالفون؟ نحن معه بالكامل مع أي توافق شيعي شيعي، وأنا قلتها قبل أكثر من أسبوعين بأنه ستكون حكومة توافقية بثوب الأغلبية، التيار مع جزء من الإطار التنسيقي. من الخارج المنافسة من الإطار؟ صلاح. خارج المنافسة واضح، المالكي والصدر لا يمكن أن يجتمعا. يعني بس المالكي راح يكون خارج اللعبة. المالكي والشيخ عيسى الخزعلي أي لا يمكن أن يجتمعوا مع الصدر. إذا يجي الفتح ممثلا بالعامري، فشنو وراء العامري عادي مثل ما صار بال 18؟ أخي العزيز أنا أتكلم لك وقائع، لا يمكن للسيد الصدر في هذه المرحلة أن يأتلف مع شيء مع سياسيين اثنين ومن يتبعهم، من السيد المالكي والشيخ قيس الخزعلي، والباقي يعني يأتلف معهم. يعني الحكومة القادمة معي شخص سيد ماجد، يعني الحكومة القادمة هي حكومة توافقية بإطار الأغلبية، يعني عندنا السيد المالكي والسيد قيس الخزعلي لن يشتركوا بالحكومة التوافقية، وباقي الأطراف الكردية والسنية ستشترك. لا إذا لم مشكلة السيد الصدر يذهب إلى المعارضة، بس إذا أمكن تعيد الجملة لأن صوت كان يقطع. إذا قدروا الإطار التنسيقي الشيعي هم يشكلون حكومة أغلبية، أعتقد التيار الصدري وقائده سماحة السيد مقتدى الصدر بوضوح قال الآن إذا ما يقدر يقولون يشكلون الحكومة نروح للمعارضة. زين. هذا يعني كلام واضح ومختصر وملخص بأنه إما أن نشكل الحكومة أو أن نكون في المعارضة. أيوة أيضا قال الجماعة يخافون أنا أروح أشكل حكومة لا أصفيهم سياسيا ولا أروح بالمعارضة خاف عرق العمل الحكومة. يعني معناها هو متأكد من موقفه وموقعه، الطرف الآخر عليه إما أن يكون معارضة يستطيع أن يقيم حكومة الصدر إذا قام بتشكيل حكومة، أو يشكل حكومة ويقدم إنجازات ويضع التيار الصدري ومؤيديه في زاوية ضيقة. تعال سولف لي هسه موقف الأكراد هل هم مع يعني جاي يسعون لتقريب وجهات النظر؟ لو ما جاي واقفين أو جاي يتفرجون على المشهد السياسي، إيش وقت ما الله يحلها خلي يحلها. لا بالتأكيد الكرد حتى السنة من الساعين إلى أن يكون هناك تقريب وجهات نظر، لديهم تواصل مع الإطار التنسيقي، مع أغلب القيادات في الإطار التنسيقي، مع التيار الصدري، ولكن الواقع يقول بأن التيار الصدري لا يمكن أن يأتلف مع كل الإطار التنسيقي. يعني إحنا نرجع ونقول لا يمكن لجمهور التيار الصدري أن يأتلف مع المالكي أو دولة القانون وجمهور العصائب. بالتالي انتم ما عندكم اشكال كالبارتي، ما عندكم اشكال تروحون مع الحكومه حتى وان كان الشيخ الخزعلي والسيد المالكي مو بيها. يعني اذا قدروا اليوم، اذا جو الاخ الكتله الصدريه جابوا ما يقارب 100-110 مقعد وجو بالتاكيد، واذا اخوه الاطار التنسيقي هم جابوا في فوق 100 مقعد، والتيار الصدري راح يعني احنا ننتظر طول العمر بانه تبقى الحكومه حكومه تصريف اعمال ومجلس النواب بدون ما يقدر يسوي شيء والحكومه ما تقدر تمرر موازنه لا شيء. بالتاكيد احنا راح نسعى الى تشكيل حكومه وحكومه قويه. ايضا البارتي عنده فيتو على يعني كتل معينه داخل الاطار لو ما عنده؟ ما عندنا فيتو على اي كتله، لا بالاطار التنسيق ولا اي كتله، ونتعامل مع الجميع بموقف واحد وننتظر ان ياتي احدهم بالاغلبيه لتشكيل الحكومه. طيب خلينا نذهب للسيد غسان عطيه. سيد غسان، يعني مأزق تشكيل الحكومه يمكن حتى قبل الاعلان عن النتائج النهائيه هو مأزق لا يزال يعني يتردد بالاروقه السياسيه، شو راح نشكلها؟
إذا 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 السيد الصدر يروح للمعارضة فهذا الشيء مو بصالحنا، وإذا راح شكل حكومة هم هذا الشيء مو بصالحنا. بالتالي تتوقع راح يكون توافق حقيقي كل الإطار، مو جزء من الإطار، كل الإطار مع التيار، أم لا يحدث هذا التوافق؟ شكرا. أود أبدي بعض الملاحظات كمراقب. أولا تجربة الحكومة التوافقية من 2005 إلى اليوم، السؤال من لما تحاسبه يقول لك إحنا شركاء، حاسب الكل، ما حد يريد يتحمل مسؤولية الأخطاء اللي قامت حكومة المالكي دورتين، حصل فيها ما حصل، والآن من يحاسب؟ لا يحاسب أحد. أعطيك الشيء الآخر اللي تفضل به الأخ الكريم، أن هاي ديمقراطية يا أخوان، بعض الممارسات صح، لكن أي ديمقراطية هاي لما يقتل أكثر من 700 شاب ويقتلوا في الجنوب على يد من قتلوا؟ قتلوا على يد عناصر شيعية، ما إجا السني أو الكردي حتى يقتلهم. إذا ما عندنا القدرة أن نراجع وننتقد أنفسنا فالبلد يبقى بمأساة، وهذه اسألوا الجنوب، وأنا ابن الفرات الأوسط، شوف وضعهم الزفت، وضع العرب الشيعة الآن أسوأ من 50 سنة، الآن حالة من التفكك الناية. سيد العامر قال ما خلونا نشتغل، ما خلونا نبني. بارك الله بيك، بارك الله بيك. لهالسبب خلي تجي حكومة لا تقول لي توافق، هذا التوافق جواب العامري لأنه كانت حكومة توافق، بينما لو حكومة عين نحاسبها، ليأتي العامري هو يشكل الكتلة الأكبر ويمشي، هذا كل وقت نحاسبه. بالضبط هذا ما تفضلت به هو الجواب عليه. أنا أتوقع من السيد العامري أن يكون مع حكومة مهما تكون حكومة أغلبية، لكن عند الاستعداد يحاسبها. الآن ما يقدر يحاسب أحد، من قتل الشباب، من ضحى بالناصرية، من وضع الاقتصادي الزفت، من السرقات. بعدين يا عزيزي لا تقول لي أتكلم ديمقراطية، اللي يتكلم معاك الآن لأني أبديت آراء مختلفة، اتهمت بأربع إرهاب وأخرجت من المخابرات إلى المطار. عزيزي هذه مزحة تقال للإعلام، الواقع الناس تخاف، تخاف مو بس تخاف من الأحزاب، تخاف من الأحزاب الكردية، تخاف من الأحزاب الكل، المواطن يخاف ويقول لك منو رحم. هذا عزيزي الآن هذا شيء طبيعي نمر به، بس الآن أكو فرصة نتجاوزه. الآن لما السيد الصدر يقول بحرف الواحد أن إحنا سنحاسب، من أين لك هذا؟ شنو الغلط بها؟ أتمنى هذا يأتي من جماعة الأخرى. عزيزي بمحبة وبعيدا عن الحزبيات، الآن إذا ما نعترف بخطأ وبالذات خطأ اللي تسموه المكون الشيعي، وهي خدعة كبيرة، لا وجود لمكون شيعي، موجود مواطن شيعي وكردي وسني ومسيحي وصابئ اللي تريده، لكن حولتوها إلى هناك مكون شيعي مكون سني، وبالتالي دخلتونا بنفق من الانقسام الطائفي لا مجال للخروج من عنده إلا بعجوبة. الشيء الآخر، هذا الانقسام الطائفي يا عزيزي بدأ الواحد من عندنا، هذا يلجأ إلى دولة تحميه، هذا يلجأ التركي، هذا يلجأ الإيران، هذا يلجأ السعودية، هذا يلجأ للإمارات، الكل وقعوا بها. نريد نسترجع ثقتنا بأنفسنا. أنا لا أشك بوطنية من يتكلم، لكن أشك بأن استوعب الدرس. الدرس لما تستوعبه أجبوني جماعة التغيير في كردستان، فشلوا، القيادة قالت إحنا قصرنا، استقالت. هذا عمل رائع يعطي تجربة للآخرين أن يحذوا حذوها. فعزيزي لكن أزمة الثقة سيد غسان، أزمة الثقة اللي جاي تعيشها الأطراف الشيعية أزمة واضحة. أنا جاي أعيش حالة يقول لك أنا شلون أسلم لحيتي بيد الآخر، هاي مشكلة حقيقية جاي نواجهها. عزيزي الثقة، أزمة الثقة هي ليس بين المواطنين، الآن أزمة سياسية. بارك الله بك. الشيء الآخر اللي فازوا بالناصرية امتداد والمستقلين وغيرهم، هؤلاء على الرغم بالمناسبة المقاطعة الأساسية للانتخابات جاءت من الشيعة، الشيعة بمقاطعتهم عبروا عن آرائهم، قالوا ما لا يعجبنا. من لا يسمع لهؤلاء
حقيقة يكون ارتكب خطيئة بحق نفسه وحق جمهوره. أنا أعتقد الآن فرصة ذهبية أن التيار الأحزاب الشيعية أن تراجع نفسها وأن تكون عندها استعداد أن تقول أخطأنا بواحد واثنين وثلاثة. لا يقولوا ما خلونا نشتغل، لا يقولوا والله والله إسرائيل منعتنا ننظف مدينة الصدر، أو لا يقولوا لنا كذا، هذا كلام ما حد يصدقه بعد. أنا أقول بهذا وأنا بعمري هذا حالة مأساوية، لكن هناك حقيقة أما تعصب أعمى وأما هناك تحزب لا معنى له، وأما العراق فالعراق طيب في مفترق طرق. طيب سيد وليد، يعني ليش مصر مباركة؟ أزمة الثقة اللي جاية تعيشها الأطراف الشيعية أصبحت واضحة، بالتالي إذا نجوا على جمهور الإطار أو سياسي الإطار ونسألهم سؤال، أصواتكم من راحت؟ شو راح يكون الجواب؟ مو موضوع أصوات المراحل، احنا نعتقد هناك إجراءات فنية موجودة في داخل المفوضية تحتاج إلى مراجعة، وهذا شيء طبيعي جدا. يعني أنت تتحدث عن إطار تنسيقي الآن، مع احترامي وتقديري متفضل جناب الأخوة على أنه موضوع الكتلة الصدرية، موقف للتحالف والبناء وللفتح بشكل خاص وللعامري بشكل أخص في موضوع التوافق مع سماحة السيد مقتدى الصدر في عام 2018، وكان بإمكاننا حتى نائب رئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي كان محصة الفتح، وكان بإمكاننا أن نأخذ حصة الفتح، ولكن كانت مبادرة إيجابية طيبة من قبل حاج عامري على أنه يكون باتجاه التيار الصدري حتى تسير له بشكل طيب. عادل عبد المهدي على المحسوب. لا 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 لا، عادل عبد المهدي محسوب على الطرف كله. الفتح رئاسة الوزراء وإن النائب الأول لرئيس مجلس النواب. صدقني. هذا كان الاتفاق. صدقني 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 وصدق أتكلم معك بصراحة، وأنا كنت جزء من الموضوع يعني مو بعيد عن الموضوع هذا. كان بإمكان الفتح وبإمكان تحالف البناء أن يكون النائب الأول، تمشي الأمور وفق الأغلبية. ولكن قناعتنا المطلقة العراق في ظل الأجواء الحالية السياسية وفي ظل الانسدادات التامة على مختلف المفاصل، اليوم تتحدث عن مشكلة أساسية تفضل بها جناب الأستاذ في مناطق الجنوب بشكل عام، حول حالة الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة والخدمات المتلكئة والبطالة وما شاكل. الحكومة العراقية والعراق بشكل عام واقعا تعرض إلى هزات ليست سهلة، هناك جهات تحاول بكل ما عندها من جهد أن تجهض ما توصل إليه العراق من ديمقراطية واستقرار. تعرف جنابك الكريم اليوم هذا يمنع البناء، هذا يمنع العمار اقليميا، هذا يمنع صدقني يمنع المجاري. صدقني راح اقول لك فد كلام، صدقني هذه التجربه تقلق الكثير من القوى الاقليميه. ما العلاقه بالتجربه؟ تجربه الديمقراطيه بالعراق بالتجربه. عموما انا ابسط الحقوق متوفره، هاي الأبسط الحقوق منعوكم تسووها؟ لا لا، مو منعونا نسويها، مو منعونا نسويها. احنا بالنسبة لنا اليوم في عام 2014، تعرف انت من عام 2007 من 2005 الى عام 2010 الإرهاب قد قتل وحرق الآلاف والمئات. انت تعرف اليوم كان اكو دور كبير جدا لابطالنا من قواتنا الامنيه بكل مفاصلها وبكل عناوينها واسمها، حتى راى العراق مساحه معينه من الاستقرار، ثم بعد ذلك نهض بمقدار قليل واذ بداعش وما رافق داعش. اذا كان هي حكومات، هي حكومه، لا لا مو حكومه، حكومه ما بها بس وزير دفاع ووزير داخليه. عزيزي مو وزير، هي وزير اعمار، فيها وزير عسى غير كمان يشتغل شغله. احنا نتحدث شلون كل هالشيء الاسلحه والتحارب. احنا نتحدث ليش الاستهداف بشكل عام مناطق الجنوب مثلا، انه مناطق الجنوب مناطق الشيعيه وما شاكل. احنا نتحدث الان عن تجربه سياسيه بالعراق، تحتاج هذه التجربه الى تعاضد كل الاطراف التي تعتقد بسلامه الديمقراطيه وسلامه العراق من خلال وجود صندوق الانتخاب. يبقى انت تسالنا تقول يا انتم كاطار تنسيقي او كفتح شنو مشكلتكم بالانتخابات؟ انتم ليش ما تتفقون على ما هو موجود على ارض الواقع؟ احنا نقول لك عندنا بعض الاشكالات الفنيه الفنيه. اكو نقطه نجي نحسبها حساب عرب. الاطار ايش قد هسه تقريبا؟ تقريبا والله ما عندي معلومات رسميه، تقريبا ما عندي علم والله بصراحه، بين ال 70 ال 75 تقريبا، يعني 75 75 زائد ال 75 مال الاخوه التيار، هاي 150، وبقى ايش قد؟ بقى 20 مقعد راح توزعن على مستقلين شيعة، بالتالي مقاعد الشيعة محفوظة ترى.
اخوي العزيز مو قضيه مقاعد الشيعه، مو قضيه الشيعه، يعني نحشي انا اتحدث عن ايديولوجيه وعن مفهوم. لا نحكي عن المقاعد. لا 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 انا ما له علاقه، انا نحكي عن المقاعد. انا مو اللي تاسس عليه مؤتمر لندن. انا احكي لك في المساله، انا ما له علاقه هذا سني هذا شيعي هذا كردي، انا احكي عن اليوم مفهوم. انا اليوم مواطن مثلا او نائب او كتله سياسيه عندي ايديولوجيه معينه وعندي نظريه معينه، ما له علاقه حسب الانتماء الطائفي لمن انتمي. اتحدث عن مجريات اتحدث عن مخرجات العمليه الانتخابيه. احنا اليوم بالفتح والاطار التنسيقي، يعني انت اليوم متكلم عن 74 ثلث تقريبا مجلس النواب، ثلث مجلس النواب المرتقب القادم، ها، وكله عنده وجهه نظر معينه بالاجتماع حتى مع السيده بلاسخارت، واوضح كثير من النقاط. ومع قناعتنا المطلقه بان السيده بلاسخارت مع جل احترامنا وتقديرنا لها لم تكن منصفه واقعا، يعني بلاسخارت كانت يعني تتحدث بلغه واضحه المعالم نوع الحياز مو باللغه الوسطيه، وبالتالي حينما تتكلم شو اللي صار يعني شو اللي صار لما ما أقول لك لا, لا 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 لما استضافها او طلبت لقاء السيد العامري ثاني مره بعد السيد العامري تحدث معها بصراحه وقال لها انت تتحكمين بالواقع العراقي كمندوبا ساميا، انت ما تتكلمين اجابه الامم المتحده ما كان اجابه، انه لا انا بالنسبه لي قاعد اتفق مع اتحدث مع الكل مع كل الاطراف، لكن قناعتنا المطلقه بان السيده بلاس طبعا فشيء غريب الامم المتحده قدمت لها ادله؟ لا قدمت لها ادله وسوف تقدم لها ادله. ايش قالت؟ لم تكن هناك شيء على ارض الواقع. شلون يعني؟ يعني هاي مشكله. اقول لك فد مساله، اكو فد يوم يعني جهات معينه تريد ان تسير بالامور على ما هو عليه. هذه من الجهات؟ الجهات المستفيدة من الواقع الموجود. من المستفيد؟ واقع الآن ما حد مستفيد. لا 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 شلون ما مستفيد؟ دولة القانون صار 35. أقول لك فد موضوع. دولة القانون صار 35 تيار صدري صار 33. أقول لك إقصاء هذا المحور، وهذا المحور هو يعلمون بأن هذا المحور هو مهم جدا. محور مقاومة؟ طبعا شيء طبيعي. سيد مقتدى شنو؟ سيد مقتدى مع احترام وتقدير. سيد مقتدى مو مقاومة. لا 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 احنا اليوم نتحدث عن السيد مقتدى الصدر ككتلة صدرية كأفكار معينة كمفاهيم معينة مختلف عما يتبناه الأخوة في الفتح. هذا شيء طبيعي جدا ما يحتاج لنقاش. واحنا تنافس سياسي موجود بين الأطراف وهذا الشيء طبعا محترم، حالة صحية موجودة في كل دول العالم الديمقراطية. لكن فيما يتعلق بمحور معلوم يعني الفتح بكل تشكيلاته، أنت الآن تحدث مثلا عن شيخ قيس، تحدث عن السيد العامري، تحدث عن الأطراف الموجودة بالفتح. واقعا العملية الانتخابية بالساحة العراقية وحتى مفهوم يعني أنت عرف جنابك الكريم الآن يعني كثير من الأخوة الموجودين الآن من ضمن بعض المرشحين الفائزين حتى في الانتخابات من بعض الأخوة المستقلين ومحسوبين على جهات معينة، ها؟ يعني لو تعلم أنت التطاول الكبير والفاضح حتى على القضاء العراقي. لاحظ على القضاء العراقي، أنا أقول لك بقت عندنا في الصفة أو عنوان هو اليوم محترم، هذا العنوان إذا تم لا سامح الله استهدافه والاستهانة والامتهان به فأنت على العراق وهو القضاء ما عندنا غير لا ما له علاقة هسه لا القضاء محترم قضاء محترم وسيبقى أقول محترم لك وما حد يقدر يتجاوز عليه والأمل الوحيد للعراق هذا خارج أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي من خلال عندنا معلومات دقيقة تفصيلية عن كثير من الأشخاص اللي يتطاولون ويتجاوزون على القضاء علنا نهارا جهارا واضح بالتالي جاي يصدر عليهم أوامر يعني بعض عندي قناعة وثقة مطلقة بالقضاء وأنا أقول لك حتى إحنا سليم بالفترة شنو سبب الخشية؟ هسه نرجع الموضوع الإطار التنسيقي مواسر عجلنا غير مدخل هذا شنو سبب الخشية من تأسيس أو تشكيل حكومة أغلبية برئاسة السيد صدر؟ والله صدقني بالله نحن بالإطار التنسيقي وأنا شخصيا وجهة نظري لا مؤيد وجهة لا, لا, لا 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 مؤيد وبشكل كبير لحكومة الأغلبية، قناعتي بحكومة الأغلبية يعني الإطار لا أنا قناعتي حكومة الأغلبية هي حكومة المفترض أن تكون حتى تسير وحتى يعرف يابا هذا اليوم تتحمل مسؤولية قناعتك على عينه وعلى رأسه تتحمل مسؤولية الفتح بس يصير الفتح شي يقول احنا ما عندنا خشية من تولي الصدر لرأس الحكومة أقول لك بعام أرجع لك بعام 2018 عام 2018 كان مقدور البناء والفتح بشكل عام بقيادة الفتح هسه ما سويت اسمعني هسه سووها قناعتنا المطلقة هسه سووها الإطار يسويها احنا الإطار بالنسبة لنا انا وجهة نظري من خلال قراءة الساحة السياسية قضية تشكيل حكومة أغلبية صعبة في العراق صعبة بالعراق طبعا سيد ماجد صعبة حكومة الأغلبية انا بدي اسالك على سؤال يمكن تراود بالأذهان قبل قليل الوفد الكردي
يمكن سمعنا اكو بعض الاحاديث عن زياره مرتقبه للوفد الكردي سيقوم بها بجوله قبل النتائج النهائيه اللي راح تحسمها المفوضيه، اكو هيك اخبار لو ماكو؟ يعني فقط شويه بس اريد اعقب على كلام الدكتور وليد. بصراحه في عام 2018 تحالف البناء اللي كان وايضا بالاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ماضي بتشكيل الاغلبيه، ولكن مع الاسف الشديد حينها واحترامي الشديد للمجاهد يعني مثلا المقاتل الحاج هادي العامري كمقاتل كمجاهد احترامي بس كحن كسياسي اراه ليس بمستوى قياده تحالف كامل، لذلك تنازل عن تشكيل حكومة الأغلبية وذهب إلى التيار الصدري. هذا كلام كبير يعني العامري. صحيح يعني إحنا متفقين. لا يصلح لقيادة التحالف. لا تحالف البناء حينها كان المتفق رئيس الجمهورية للحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس الوزراء من تحالف الفتح ودولة القانون أي واحد يختار، واختاروا الحلبوسي رئيسا للبرلمان والنائب الأول كان من حصة الفتح، وكان أكو مرشحين أظن الأستاذ عدنان فيحان وغيره، ولكن الأستاذ هادي العامري سيد هادي العامري تنازل عن كل هذا وذهب إلى الكتلة الصدرية تيار الصدري أو سائرون وقال لهم أنا أريد أن يكون هذا المنصب لكم ونشكل حكومة توافقية، وأتوا بالسيد عادل عبد المهدي وهذا ما نتحمله الآن. الآن من يعني كان اتفاق بين البناء بين البناء والبارتي والحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل حكومة أغلبية في عام 2018 بالتأكيد، ومن تنازل عن ذلك هو السيد عادل العامري. زين وتريدون هسه البارتي يجي يقول للعامري تعال خلينا نشكل حكومة، يعني وضحت السالفة، توجهكم توجه رايح للتيار الصدري. البارحة التناغم اللي ناغم السيد مسعود برزاني بكلمته وباجتماعه مع السيدة بلاسخارت يتناغم تماما مع قال السيد الصدر قبل يومين، هاي بالتالي شو تعطينا؟ جاي تعطينا اكو تفاهمات حقيقية بين البارتي وبين التيار الصدري. احنا نقول لك بصراحه احنا نريد ان يكون هناك توافق شيعي شيعي، ولكن نريد حكومه اغلبيه. بالتاكيد انا اليوم لا اريد ان يكون الكل مشترك بالحكومه والكل يقول لك معارضه. ثلاث برتقالات باليد ما ينجم عن سيد ماجد، شلون تريد حكومه توافق وشلون تريد حكومه اغلبيه؟ لا 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 اخي انت قلت قبل شويه اكو نوع من التوافق بين السيد مقتدى الصدر والسيد العامري والسيد الحكيم والسيد العبادي، لا ضير أن يأتي جزء من الإطار التنسيقي زين مع السيد الصدر ومع أيضا الكرد، لن يكونوا كلهم لأن الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي ذهبوا إلى المعارضة وقد يكون بعض السنة أيضا في المعارضة، وأنتم والاتحاد تجون توافقون طبيعي. المسألة الأخرى مرة أخرى قد الإطار التنسيقي الشيعي إذا عند أن الأخ يقول 75، يعني سمعت من بعض القيادات يقول 92 ويجي ويتفق ويجيب له بعد يشكلون حكومه والسيد الصدر يروح على المعارضه، واذا الاخوه في الاطار التنسيقي الشيعي يتخوفون من السيد الصدر سواء كان في الحكومه او في المعارضه فمعناه هذا موقف ضعف بصراحه، لا يمكن ان يحسب الا كموقف ضعف للاطار التنسيقي. سيد ماجد مساله الحفاظ سيد ماجد يمكن احنا صار لنا اكثر من الحديث او اكثر من حلقه نتحدث عن هذا الموضوع، لكن ما نتحدث عن شروط البارتي او شروط الاكراد للدخول بالحكومه المقبله، اكيد عندكم شروط، حاطين شروط وصلتوها للاطراف الشيعيه يا ابا هاي شروطنا بخلافها احنا ما نجي ونحط ايدينا بايديكم ونشكل حكومه. يعني اعتقد المساله اليوم تعبر الشروط استاذ هشام، اليوم احنا واضحين اكو دستور واكو مواد دستوريه واكو مواد مشاكل 140 بغداد والاقليم 140 هاي ماده دستور 140 بالتاكيد ماده 140 الحدود الاداريه مساله الامور الماليه الموازنه التوازن في إدارة الدولة الشراكة في إدارة الدولة، لا أن تكون مشاركة في الحكومة فقط، أن تكون شريكا حقيقيا في إدارة الدولة في المناصب في الهيئات في الوزارات. يعني إحنا اليوم إذا نجي نتكلم بلغة الحكومة مثل المناصب الأمنية، ينطيني منصب أمني واحد بيد الكرد والسنة، كل المناصب الأمنية في العراق بيد الأخوة من الشيعة كلها على الإطلاق عدا وزير الدفاع، وأيضا يشاطره ذلك كل الأمور تمشي بيد رئاسة الأركان اللي هي أيضا بيد الأخوة في الشيعة. يعني الشيعة جاي مارسون الإقصاء قيادي زين
هو المناصب الأمنية لهم، انطيني منصب أمني واحد يديره سني أو كردي من المناصب القيادية، وزير الداخلية، مستشار الأمن الوطني، رئيس جهاز الأمن الوطني، رئيس هيئة الحشد الشعبي، رئيس جهاز المخابرات، انطيني واحد لأخر، رئيس أركان الجيش، انطيني مناصب حتى أعرف بأنه أكو توازن صحيح في إدارة الملف الأمني في العراق. يجوز يأخذون وزارة البيشمركة؟ وزارة البيشمركة ما ياخذوها ما يجون، هم انا اقول لك بهذه لا باش. زين بالتالي يعني اذا هاي شروطكم، اول شيء 140 الحدود الاداريه، رئاسه الجمهوريه، الامور الماليه، تمام. رئاسه الجمهوريه هاي عرف صارت استاذ هشام، هاي عرف يعني مو لا عرف للبارتي حصرا للبارتي. صدق لحد هذه اللحظه ومن يقول غير هذا الكلام هو كلام غير دقيق، لم يتم مناقشه اي اسم لمنصب رئيس الجمهورية، والتفاهم سيكون لاختيار منصب رئيس الجمهورية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني. طيب. وسيأتون بمرشح واحد. طيب باختصار أريد أسأل على موضوع أنه الانسحاب الأمريكي وكأنما أصبح الأمر مسلم إلى لا انسحاب للأمريكان في 31-12 على كلام السيد ديفيد بولوك اللي تحدث بالبرنامج وقال ما ممكن الانسحاب وغيره 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 من الشخصيات، ما كورك ما كينزي كلها تحدثت انه لا انسحاب. تتوقع انه راح نشهد تصعيد خلال الايام القادمه لو راح تمشي الامور طبيعيه حالها حال الحكومه التوافقيه؟ يعني في الواقع انا بصراحه وقبل شهور اغلب السياسيين قالوا بانه ليس هناك انسحاب، هناك تغيير في المسمى من قوات قتاليه الى قوات استشاريه وخبراء، وبالتاكيد قد يكون من هم تابعين لمحور المقاومه، من يريد ان يكون محور المقاومه، قد يكون مره اخرى استهداف بالصواريخ او غيرها من الامور اذا لم يكن هناك ما خلف الكواليس اتفاق مع بين إيران وأمريكا لتهدئة الأوضاع، خاصة نحن مقبلين على يوم غد على مفاوضات الإيرانية الأمريكية 5+1 أو 5+3 احتمال يصير. أي قد يكون مشاركة الدول العربية مثل 5+1 هي الحقيقة، بس راح يصير 5+3. أي طيب سيد غسان العطية موجود ويانا لو حياك الله سيد سيد غسان، يمكن نتحدث عن الانسحاب بالدقائق الأخيرة. تعتقد أنه إذا لم يتم انسحاب القوات الأمريكية راح نشهد أيضا تصعيد قادم؟ إحنا على الصعيد الأمني راح نشهد تصعيد، على الصعيد السياسي جاي نشهد تصعيد، على الصعيد الخدمي ما شاء الله كل شيء ماكو من 2003 لليوم. التالي شنو راح شنو السيناريوهات المحتملة خلال الأيام القادمة؟ بكلمة واحدة، الأمر يعتمد على إيران. إيران إذا تريد تحرج الأمريكان وتشعر تستخدم بعض العراقيين كورقة، وكما بدت التصريحات سيد الشهداء اللي هي منظمة معروفة بولائها إلى إيران وتقول خامنئي هو مرشدنا، وفتحت باب الانتساب وتقول 25,000 تم انتسابه. واليوم تعرضت سيارات تحمل مواد من الكويت إلى قوات إلى الهجوم، هذا يعتمد على إيران. وأقولها بكل أسف، الخطابات الأيديولوجية مأساوية. من يقول لك المقاومة، فيا عزيزي اللي يقاوم إسرائيل تفضل روح قاوم، هاي حدودها وهاي موجودة، هاي الجولان استرجعها. أما نلعب هاي اللعبة الساذجة مقاومة مقاومة، وبالنهاية لمن تقاوم؟ تقاوم من يعارضك من أبناء طائفتك. وبالتالي الآن ما نشهد اليوم حقيقة تاريخنا العراقي من 58 القوى السياسية متلقية وورقة بيد دول أخرى. هذا حصل ب 68 الأمريكان اعتمدوا على البعثين لإسقاط عبد الكريم قاسم، ب 63 ب 68 عزيزي حان الوقت أن نسترجع عراقيتنا. والآن الموقف الحقيقي، من يكتب لي ويقول لي إحنا بدون إيران ما نسوى شيء وهذا كذا وهذا بدون تركيا ما يصير، ننتهي. إذا الورقة اللي ممكن يحمي العراق هم أبناء الجنوب والفرات الأوسط، هؤلاء إذا صحوة شيعية هي ترجع وحدة العراق. أما إذا انزلقوا بالمنزلق الطائفي فسني يقول لك أنا يا همالتي 5+1 5+1 راح تلعب دور في التهدئة تعتقد أم التصعيد؟ عزيزي هذه انتخابات الدولية وأنا عامل بالأمم المتحدة، هذه كلها من التصعيد والإظهار.
أطراف إيرانية الآن، قبل كان هناك إصلاحيين ومتشددين، الآن حكم بيد متشددين. شوف المظاهرات في أصفهان، شوف المظاهرات في الجنوب، شوف الوضع الاقتصادي المتردي، التومان أين وصل المواطن الإيراني. لكن أكو مقولة يقول لك دائما السلام يصنعه المتشددين. إذا جبت عقلية قوي يعملها ممتاز. هل يفاجئنا فهمني اللي يقول بعبارة الواحدة وعندي النص إن إحنا موقف عقائدي سنحارب بكل المسلمين في العالم. زي. هذا هو تصدير ثورة، هذا هو مثل ما الاتحاد السوفيتي كان يقول إن إحنا كل شيء يخلي حارب الأمريكان. طيب. وبالنهاية يريد يدافع عن روسيا. عزيزي كفاية ضحك على الذقون. طيب وصلت الفكرة. الطائفي غلط. وصلت الفكرة سيد غسان ب 30 ثانية سيد وليد. موضوع الانسحاب الأمريكي، تعتقد أنه فعلا سيشهد العراق تصعيد حقيقي لاستهداف القواعد الأمريكية أو السفارة الأمريكية؟ يعني كلمتين، الأولى نقطة على كلام أخي وزميل أستاذ مرش فيما يتعلق بالحاج العامري، يتمتع بشخصية وطنية شاملة كبيرة، وبالتالي استطاع أن يحتوي الموقف في عام 2018، وإن شاء الله قادر على أن نحتوي الموقف في عام 2021 من أجل أن نجعل مصلحة العراق أولا ومصلحة الشعب العراق أولا، ثم بدنا نتكلم عن المصالح السياسية الحزبية. الجانب الثاني موقف الفتح واضح، يعني إحنا نتحدث الآن عن قوات أمريكية هي التي أخذت على عاتقها الانسحاب في عام 2021 نهاية عام 2021. فأعتقد يعني التزام القوات الامريكيه بالانسحاب هذا هو مطلب شعبي اذا ما يلتزمون لكل حادث حديث. انا اشكرك جزيل السيد وليد السهلاني النائب السابق، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، وكذلك اشكر موصول للسيد ماجد الشنقالي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، والى السيد غسان العطيه رئيس المعهد العراقي للتنميه والديمقراطيه، شكرا جزيلا لكما ضيوف اكارم، اشكر موصول اليكم، نلتقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه.